نقدم لكم موعد وتوقيت مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي اليوم الاثنين الموافق 3 يوليو 2023 بربع نهائي كأس مصر، والقناة ناقلة للمباراة وملعب المباراة وحكم المباراة وتاريخ مواجهات الفريقين، حيث يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز نظيره نادي البنك الأهلي مساء اليوم الاثنين، وذلك ضمن منافسات ربع نهائي كأس مصر 2023. ويأمل أبناء البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني للفريق السماوي في مواصلة الانتصارات، ولكن هذه المرة في بطولة كأس مصر بعد أن نجح في تحقيق انتصار عريض أمام نظيره سموحة في آخر مبارياته بالدوري الممتاز بنتيجة 5-2. ويذكر أن نادي بيراميدز نجح في الصعود إلى دور ربع نهائي كأس مصر بعد أن حقق الفوز على نظيره نادي الاتحاد السكندري في دور 16 بنتيجة هدف نظيف للا شيء، فيما يسعى البنك الأهلي على الطرف الآخر من المباراة في تحقيق انتصار يرفع من حالة اللاعبين المعنوية وتحقيق إنجاز لهم في الوصول إلى نصف نهائي كأس مصر. ونجح البنك الأهلي في الصعود إلى الدور ربع نهائي من بطولة كأس مصر بعد أن حقق الفوز على نظيره طلائع الجيش بركلات الجزاء بنتيجة 8-7. ومن جانب آخر أعلن باتشيكو عن قائمة اللاعبين التي ستخوض المباراة أمام نادي البنك الأهلي، وجاءت قائمة المباراة كالتالي: في حراسة المرمى أحمد الشناوي ويوسف نادر، أما بخط الدفاع علي جابر وأحمد سامي ومحمد الشيبي وكريم حافظ ومحمد حمدي وعبدالله مجدي وأحمد فتحي، بخط الوسط بلاتي توري وإسلام عيسى مصطفى فتحي وأحمد توفيق ومحمد صادق وهشام محمد وليد الكارتي ومحمود أوكا وأوجو سامويل، أما بخط الهجوم فخري لقاي وفخر الدين بن يوسف ودودو الجباس. ويفتقد فريق بيراميدز بقيادة البرتغالي باتشيكو المدير الفني بعض اللاعبين بمواجهة البنك الأهلي اليوم بدور ربع نهائي كأس مصر، وهم رمضان صبحي وعبدالله سعيد وأسامة جلال ومحمود دونجا وشريف إكرامي للإصابة، كما يفتقد فريق بيراميدز ثنائي المنتخب الأولمبي إبراهيم عادل ومحمود صابر لمشاركتهما ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة. أما عن تاريخ مواجهات الفريقين فقد تواجه الفريقين 6 مباريات قبل ذلك، فاز فيها بيراميدز في 4 مباريات، وفاز البنك الأهلي في مباراة واحدة، وكان التعادل في مباراة واحدة، وسجل فيها بيراميدز 7 أهداف، كما سجل البنك الأهلي 3 أهداف فقط. أما عن موعد المباراة اليوم بين بيراميدز والبنك الأهلي في ربع نهائي كأس مصر فهو كالتالي: تقام المباراة اليوم مساء في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت مصر والسعودية، و9:30 مساء بتوقيت الإمارات، و6:30 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، وتذاع المباراة بث مباشر عبر قناة أون تايم سبورت 1. ويقام اللقاء على استاد القاهرة الدولي، ويدير اللقاء تحكيميا الحكم المصري محمود بسيوني.